الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى صحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن التابعين ومن تبعهم بإحسان. موضوع هذه الحلقة المغاربة والتدخين وكورونا المستجد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة التدخين. فيوم 31 من شهر ماي من كل عام محطة يقف عندها العالم لمراجعة حساباته مع عدو حقيقي شرس، ضراوته وشدته وقوة فتكه قد تشبه كورونا المستجد وأوبئة في اللائحة السوداء للصحة العالمية. هذا العدو الذي لا يزال يحصد المزيد من الضحايا ليس إلا هذه العشبة الملفوفة المصطلح عليها بالسيجارة، وهو مصطلح مستحدث لهذه المادة السامة التي تعرف عليها الإنسان، أو هي التي تعرفت عليه لا ندري، آخر القرن العاشر الهجري باسم التبغ، نسبة إلى تباغو أو تباكو الإسبانية، وهي اسم جزيرة في خليج المكسيك وجدت فيها هذه العشبة ونقلت منها ثم انتشرت. ويطلق عليها التوتون، هكذا التوتون، ومعناها بالتركية دخان. وإطلاق السيجار أو السيجارة على هذه النبتة أو العشبة مناسب جدا لما تسببه من تدمير وتفجير وإحراق وإغراق وإزهاق للأنفس بلا رحمة ولا شفقة. فهذه المعاني تدل عليها الكلمة المشتقة من مادة شجرة، تقول شجر التنور أي ملأه وقودا وأحماه، وسجر الماء بمعنى فجره، ومنه قوله تعالى في سورة التكوير وإذا البحار سجرت، بمعنى صارت نارا تضطرم وتشتعل، أو امتلأت وهاجت وارتفعت أمواجها. فالماء الذي عرفناه يطفئ النار سيتحول يوم القيامة هو ذاته إلى نار تشتعل. وحال السيجارة أنها تشتعل بين أنامل المدخن وتمتصها شفتاه فتحرق كيانه وتفجر ما بداخله وتدمر أجهزة بدنه وجسده كما سنرى في هذا الموضوع. فكل عام في مثل يوم 31 ماي تشرئب علينا بأعناقها إحصائيات مخيفة تنبئ عن خطورة آثار التدخين سواء على المدخنين أو غيرهم، إذ إن الخطر يتهدد حتى غير المدخنين الذين يستنشقون هذا الدخان مكرهين أو مضطرين. ولذلك صدرت قوانين تمنع التدخين في الأماكن والفضاءات العامة التي يرتادها الناس. هذه القوانين تطبق بصرامة كبيرة لدى الأمم التي تحترم الإنسان وتقدر مكانته في الكون. وعندنا في المغرب رغم بعض الإجراءات الوقائية والحملات التحسيسية التوعوية للحد من أضرار التدخين، يبقى عدد المصابين وعدد الوفيات والمعطوبين بسبب السيجارة مرشحا دائما للارتفاع.
وهذا يعني أن سموم هذه العشبة المشتعلة بين أصابعه وفي فم المبتلى بها أكبر وأشد من أن تزيلها أو تقضي عليها أساليب الترغيب والتحسيس وحدها. فالتحسيس بمفرده الذي يأتي من حين لآخر وخطاب الوعظ المناسبات الممارس من فاعلين دينيين وغيرهم، وإن تنوعت طرقه وتعددت أساليبه قد لا يجدي مع عدو استحكمت قبضته في أرجاء البلاد يقصف بحرائقه ونيرانه كل العباد. فقديما قال الخليفة الراشد سيدنا عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولعل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا وتعيشها بلدان العالم بسبب جائحة كورونا المستجد كوفيد-19 مواتية لدق ناقوس خطر التدخين وجلجلته. فبلادنا والحمد لله سائرة في طريق التغلب على الوباء المستجد رغم حدته وعدواه، فما حصد من أرواح وأزهق من أنفس لم يمنع الناس من دحره والحد من انتشاره، وذلك بالحزم والعزم وبسن قوانين زاجرة وتفعيلها والسهر على تنفيذها والإبداع والابتكار في وسائل المقاومة والممانعة. وإن البروتوكول الذي يعالج به الناس مرض التدخين، ونؤكد على أنه مرض وليس عادة كما قد توهم، هذا البروتوكول لم يثمر النتائج المرجوة حتى في التقليل من انتشاره وأحرى القضاء عليه بالمرة. فإذا تحققت بعض آثاره عند غيرنا فامتنع كثير منهم عن التدخين وتعافى من هذه الجرثومة الخبيثة، فإن وطننا الغالي الذي نتفانى في حبه وحب أهله والدفاع عن مقدساته وثوابته، والذي أصبح نموذجاً يحتذى في الانتصار على جائحة كوفيد-19، نريده كذلك أن يكون في التدخين، أن يكون مثل صخر ذلك الرجل الذي قالت فيه الشاعرة الخنساء: وإن صخراً لتأتم الهداة به كأنه علم فوق رأسه نار. وطننا في حاجة كبيرة إلى العمل الجاد ليعرف الناس ويتعرفوا على خطورة السجارة وأنها عدو حقيقي يتربص بفريسته، إن لم تقتله قتلك. ونموذج الإرادة الحقيقية بالنسبة لهذه الجائحة المستجدة يأتينا من المملكة المغربية الشريفة التي أبدت كامل الاستعداد بمجرد ظهور أول إصابة بكورونا المستجد للقيام بالواجب. فتعبأت الدولة وعبأت كل المؤسسات والإدارات ووسائل الإعلام وكل الفاعلين المدنيين والعسكريين الرسميين والمتطوعين، فجعلوا من النازلة شغل كل بال وحديث كل لسان، ونبأ صارت به الركبان، لم يترك بيتا من وبر ولا مضر إلا دخله وتمكن من تفصيلاته وجزئياته. الجميع تجند في الميدان أقسم ألا يبرحه إلا بنصر مؤزر أو بشهادة مخلدة، يرددون قول الشاعر: ولاء رضعناه صغارا ولم يزل يروق في أعماقنا نبعه العذب.
ووحدة صف لا تزعزعها يد ولا يتحداها وإن عظم الخطب. رفعنا بها بين الشعوب مشاعل تضيء على ركب الزمان ولا تخبو. مليك وشعب لم يزالا على المدى حليفي نضال لا يردهما صعب. تسير جموع الشعب تحت لوائه موحدة الأهداف أحزابها حزب. عركنا الليالي فاستنالت قناتها وخضنا الخطوب السود ولم يثننا رعب. وإن ما يشفع في ضرورة الاحتذاء بهذه التجربة الرائدة لقهر السجار ومواجهته هذه الإحصائيات الناطقة بفظاعة مرض التدخين التي تنبئ بالأسوأ وباستفحال أضراره، فإن هناك أرواح حقيقية وليست دمى تزهق، وأموالا طائلة تبذر وتسرف، وكفاءات وأطرا وأعمالا تفقد وتضيع، وأجسادا تعطب وتبقى عالة على الغير، واقتصادا ينخر ويفلس. المدخنون المغاربة يستهلكون 15 مليار سيجارة سنويا، وينفقون على ذلك 15 مليار سنتيم، وهذا يعني أن حصتهم من الوفيات التي تقدرها الصحة العالمية بعشرة ملايين شخص سنويا عبر العالم ستكون مع الأسف أوفر وأعلى. 15 مليار سيجارة تستنشق سنويا تعطينا معدلا تقريبيا يوازي 680 سيجارة يدخنها المغربي الواحد كل سنة، ويستوي في ذلك الذكور والإناث، لأن التدخين لم يعد ذكوريا كما كان من قبل، بل مصيبته عمت حتى الإناث اللائي أبين إلا أن يكون نصيبهن منه للذكر مثل حظ الأنثيين تماما كما في الميراث، حيث يدخن الذكور يوميا 16 سيجارة فيما تدخن الإناث 8 سجائر. وما نتأسف له أكثر هو عندما تفجعنا السيجارة في أطفالنا وشبابنا الذين هم فلذات أكباد هذا الوطن وربيع هذه الأمة وعمادها ومستقبلها. 48% ممن يدخنون في المغرب تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما، فيما تبلغ نسبة استهلاك السيجارة ممن تفوق أعمارهم 20 عاما 36%. أليست هذه مأساة حقيقية؟ أليس هذا خطبا جللا يحتاج إلى من يحشد له قوة وتدبيرا محكما لاستئصاله واقتلاع بؤاره؟ ولأن الأمر جد وليس بالهزل، جاء ضمن هذه الإحصائيات أن التدخين يسبب في أمراض تقتل أزيد من 1900 شخص سنويا في المغرب، وأنه كان سببا في قتل ما معدله 274 رجلا و64 امرأة كل أسبوع سنة 2016. وإن التدخين وإن لم يكن من الأمراض المعدية ولا من الأوبئة السريعة الانتشار، فإنه يعرض 41% من المغاربة للإصابة بأمراض قاتلة من خلال ما يسمى بالتدخين السلبي، أي استنشاق غير المدخنين للدخان بسبب وجودهم في الأماكن العمومية مع المدخنين. أرقام مقلقة جدا عن الخسائر البشرية
والأموال الضخمة المهضورة تكشف بالملموس توغل هذا المرض وما يواكبه من دعم للكسب والإثراء غير المشروع وعجز الحملات التوعوية على الوقوف في وجه إدمان التدخين وحمل غير المدخنين على عدم التأثر بهذه الآفة. أرقام مؤيدة لآراء فقهائنا التي أصدروها قديما في الدخان أو التوتون كما كانوا يسمونه، التي عبروا عنها نظما كقول بعضهم: في الناس قوم سخاف لا عقول لهم، استبدلوا عوض التسبيح دخانا، أنبوبة في فم والنار داخلها، تجر للجوف دخانا ونيرانا، لو كان ذلك ذكر الله ما قربت إليهم النار إجلالا لمولانا، حر ونار وتسعير للحيته، لكن من جهلهم كان ما كان. وقول بعضهم كذلك: إلزم طريق الهدى وامشي على السنن، وخالف النفس وأنقذها من المحن، إياك من بدع تلقيك في عطب، لا سيما ما فشى في الناس من تتن، مفتر الجسم لا نفع به أبدا، بل يورث الضر والأسقام بالبدن، أف لشاربه كيف المقام على ما ريحه يشبه السرجين في العلن، أفتى بحرمته جمع بلا شطط، فاحذر مقالة من يؤديك للوهن، فلا يغرنك من في الناس يشربه، فالناس في غفلة عن واضح السنن، يقضي على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. صادمة والله هذه الأرقام التي تصيح في جموع أهل الخير والمروءة بالتعبئة الشاملة للتصدي بلا هوادة لهذا المرض الذي استطال مكثه في بيئة تبدو كأنها تتصالح معه وترضى بمقامه والتساكن والتعايش معه. إن جهدا يشبه أو يقترب من الذي قام به المجتمع وتجندت له الأمة مشكورة مأجورة لدحر كورونا المستجد لقدير للتخلص من مرض التدخين الفتاك، وبذلك سنجنب الإنسان أزيد من 7000 مادة سامة يستنشقها مع هذا الدخان، ونجنبه كذلك أزيد من 70 مادة تسبب في السرطان، ونجنبه فقدان أكثر من 10 سنوات من عمره الافتراضي كما تشير إلى ذلك التقارير العلمية والطبية. والعقلاء يرون أن الوقت حان للإجهاز على هذا العدو، خاصة وأن جائحة كورونا المستجد علمتنا التضامن والانضباط وكيف نتعبأ ضد الأمراض والأوبئة والجوائح، علمتنا الصبر والصمود عند الشدائد، وليست هناك شدة مثل شدة السجارة التي جثمت على صدورنا وخربت عقولنا وأنهكت أجسامنا وأتلفت أجهزة أبداننا، فالثبات على تركها أصبح من أوجب الواجبات حفاظاً للأرواح وسلامة للأبدان وصيانة للأموال وتنزيهاً للوقوع في هذه الرذيلة التي تفسد الأخلاق والصحة وتضعف من القوة والنظرة والحسن والرونق. وأما الخوض في الحديث عن هذه النبتة من حيث الكراهة أو التحريم فلم يعد مجديا أمام بيانات الصحة العالمية والهيئات العلمية والطبية التي حسمت في ذلك بتبين أضرارها وتحقق مفاسدها.
ولأننا كلنا في هم السيجارة شرق كما يقال، لأنها تختطف منا أعز ما نملك من الموارد البشرية والمالية، فانتظار يوم 31 ماي من كل عام للقيام بواجب ما لا يكفي بتاتا، بل ليكن الاستنفار ضد أفاعيل السيجارة مسترصدا حتى يقطع دابرها وتستأصل شأفتها، وما ذلك بعزيز على قومنا وأهلنا الذين أدركوا بالعزم والحزم ما عجز عنه غيرهم، وهم عصبة أولو قوة. فعلى الآباء وعلى الأمهات ورجال التربية والتكوين والتعليم وعلى كل الأطر الصحية والفاعلين الجمعويين وأجهزة الإعلام والإعلاميين وهيئاتهم والكتاب والفنانين الذين برهنوا عن صدق معدنهم في التصدي لكورونا المستجد، وعلى أهل الفن من مؤلفي ومخرجي ومنتجي الأفلام والمسلسلات والمسرحيات أن يبرز لهم ذلك الدور الفعال في محاربة التدخين. وما أنتم أيها الخطباء والأدباء والشعراء والصحفيون، فلقد علمتنا أصواتكم وأقلامكم كيف تنتفض صارمة لحماية الوطن وأمنه والتصدي لكل خطر يتهدده أو يستهدف مقوماته ومقدساته. علمتنا كيف تنتصب أسنة ذابة عن السنة، فهي لتشهدوها لإبطال هذه البدعة المنكرة. فقد علمتم صدقا ما تصنع السيجارة وما وهي تشتعل بين أنامل أصحابها وتحترق بين الشفاه لتمتص دماءها. هيا ليكن القلم عندكم كما الكلمة نظما ونثرا، كما قال في وصفه الشاعر الحكيم يصف القلم ومستشرف فوق الأنامل عرشه يخط ويملي والحياة تردد له خطوات بارك الله سعيها تقود إلى المجد الشعوب وتسعد. إذا نطقت آياته وهي أحرف أصاخ إليها العالمون وزغردوا. وختاما، فإن ما يثلج صدورنا هو هذه العودة المحمودة من حين لآخر إلى مناقشة قانون رقم 1591 الصادر عام 1991 في شأن منع التدخين والإشهار والدعاية للتبغي في بعض الأماكن. والحقيقة أن تحريك مساطر هذا القانون بإصدار مراسيم تطبيقية تفعل مقتضياته سيقلل من شر هذه الآفة ويحمل على تجنب أضرارها المالية والبدنية والنفسية، وسيحمي الاقتصاد الوطني الذي تكلفه صناعة واستيراد السجائر باهظا كل عام، وسيساهم في حفظ مالية المدخن عندنا الذي ينفق 12.5% من مدخوله على التدخين، خاصة وأن أغلب المدخنين كما تفيد التقارير من الطبقة الفقيرة، بحيث إن تدخينهم يؤثر بشكل لافت على مصاريف البيت وتعاليم الأبناء وتعليم الأبناء وتمدرسهم وصحتهم. فاللهم اكفنا شر الأمراض والأوبئة وسيء الأسقام، آمين، والحمد لله رب العالمين.